ممكن نقول ان انت مشيت، او الشريك هو اللي مشي. خلينا نقول بقى لو انت اللي مقدم العرض، فالشريك هو اللي مشي وده ظهره، لانك النهايه انتوا الاتنين خذلتوا بعض وصدتوا على بعض كده وقفلتوا على بعض الطرق، والشريك هو اللي مشي، ولكن انت طمعان في انك تقدم له عرض جديد، طمعان في كرمك يا بيه تاخد مني الجنيه اللي انا ماسكه. انت عارف الجنيه بكام دلوقتي؟ تاخد مني العرض ده وطبعا في بداية جديدة معاك، وانت حاليا منتظره بيجي على كارت، باصص له كده او مش باصص له، عامل نفسك مش منتظر ولكن انت منتظر، اوكي. وممكن تكون زهقت، يعني انت مقدم عرض لحد فعلا، خلينا نقول بقى كده كذا سيناريو، انت مقدم عرض مصالحة لحد فعلا ومقدم له عرض جديد، بص عرض فعلا، ولكن زهقت وعلى استعداد الرحيل، هتمشي. إيه لو بتتعامل مع حد برج الحمل فممكن يبقى كده فعلا، او برج ترابي فكده، طبعا برج الحمل يعني بتصالح بصعوبة شوية، فانت شكلك بتتعامل مع حد شايل منك او زعل منك من حركة عملتها، قفلت يعني، زعل من النهاية بتاعت المرة اللي فاتت، فانت بقى اللي هو ايه، انت هتتنك عليا ولا ايه؟ فانت خلاص يعني عايز تمشي، او عامل نفسك عايز تمشي، اوكي. وفي سيناريو اخر ان هو اللي مقدم لك، سوري، هو اللي مقدم العرض، وانت من جواك، انت من جواك عايز تقدم له عرض على فكرة، وعايز معاه بداية جديدة، ولكن هو تعبان. ممكن تكون مفيش حد مقدم لحد حاجة، ولكن هو تعبان وانت من جواك عايز بداية جديدة، ولكن من براك بص بقى قاعد بتقول ولا يهمني مين ده، يجي يروح عادي مش مشكلة، ده سكوتي، ده محمد ارتبط عادي، مفيش حاجة يا جماعة، مفيش حاجة، ده ما بعيطش، ده انا عينيا بتحرقني بس مفيش حاجة عادي. عامل نفسك باصص لقدام ومش همك، ولكن من جنب عينك كده زعلان وحزنان شوية، ونفسك في بداية جديدة معاه، زي ان انتوا برضه خبطتوا في بعض برضه، ولكن انت من جواك شاعر ان هو فرصة، وفي مشاعر حلوة، في مشاعر لسه عايز تخرجها له. ممكن تكون ما اعترفتوش لبعض بالمشاعر والعلاقة انتهت من قبل ما تبتدي، فانت عايز تشيل بقى الغمامة اللي على عينيه، تقول له بص يا نعمة، بص انا بحبك، استنى هنا، انا بحبك بمعنى صح. وممكن تكون فعلا انت مقدم له عرض مصالحة وزهقت بقى من الحالة اللي هو قاعد فيها دي، وخلاص بقى هتمشي، شكلك كده عايز تمشي وزهقت خلاص من اللي حصل. طيب هو شايفك ازاي؟ خلينا نقول هو شايفك ان انت سوري خدعته او كدبت عليه في حاجة، انت كدبت عليه في حاجة تقريبا، هو في حاجة حصلت من بينكم، لان انت كمان شايفه ان هو زي ما يكون بالظبط، يعني ده السيناريو الواضح قدامي، سألك على حاجة مثلا وانت قمت ما رضيتش تقول الحقيقة، فأما عرف هو الحقيقة من حد تاني فجاء قالك انت ما قلتليش الحقيقة، وراح زي بالظبط الصورة دي اتخانق معاك ونهى العلاقة وقال لك يا كذاب يا مخادع يا غشاش، وراح مشي وما رضاش يسمع لك، وهو دلوقتي بقى واخد بقى في عم قاعد بقى يقول خدعني الكذاب النصاب، خدعني وضحك عليا، كان في علاقة ثلاثية ولا كان عارف حد تاني قبليه ولا مش عارفه ايه، وطبعا الحوارات دي كلها يعني. فانت شايف ان هو ما سمعكش وحكم عليك بانك مخادع، وخد في وشه ومشي، خد في وشه ومشي. وفعلا ان انا برضو في كارت هنا تقريبا ده بقى، هو شايفك كده يعني، كانت شايفك ان انت خدعته وهو مشي، وان هو ما كسبش حاجه منك غير الالم والجراح وتعب اللي راح، شويه تاليف كده عموما يعني. فشايفك ان انت كدبت عليه في حاجه، ممكن ما تكونش خدعته في مشاعرك لا، وممكن يكون يعني سألك مثلا او انت بتحبني، قلت له لا مثلا فمشي، وقال لك خد الكلام على اعصابه كده ومشي، ولكن انت من جواك بتحبه على فكره ومخبي عليه، وبرج الاسد مشكلته في كده، يخبي مشاعره جواه قوي، وده شخص مخبي مشاعره جواه برضه، ولكن نفسه في عرض جديد، انت مشاعرك نفسك فرصه جديده معاه، لكن هو متألم منك قوي 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 برج الاسد، وتعبان بجد مش هزار يعني، او انت بقى اللي تعبان اصلا، هو فعلا دي مشاعره، لو القراءة عكسية دي مشاعره فعلا، وشايفك ان انت حساس وخدت الكلام على اعصابك. ممكن تكون عرفت عنه حاجة، او هو اللي عرف بقى عنك حاجة
وعشان كده شايفك انسان خادع على طول. طيب هو نيته ايه بقى؟ هو عايز يعمل ايه الخطوه الجايه؟ هو مش هيعمل حاجه، خلينا بقى اجيبالك على بلاط، مش هيعمل حاجه. هو حط مشاعره جواه وقفل عليها وقال لي انا يا الطوفان. هي المفروض حط ابني تحت رجليه، ايدي حط مشاعره عشان قراءه عاطفيه. يانا يا الطوفان ده واحد حاطط حاجه، بص شايل مشاعره فوق راسه، شايل طاجن سيبته حرفيا. وخلي بالك انه مش هيظهر لك اي مشاعر الفتره الجايه دي، وهيظهر لك اسوأ ما عنده. خلي بالك لو انت بتحاول تجس نبضه فهو مش هيديك اي نبض من جوه، هو تعبان قوي، تقلل منك قوي، شايل منك قوي، وظهر فعلا كده يعني في حاجه حصلت. هو انت كدبت عليه في حاجه يا برج الاسد؟ ممكن ممكن، وانت كمان ممكن تكوني كدبت عليه في حاجه، ممكن الي مش مشكله، يبقى ممكن تكون كدبت عليه لمصلحته، يعني حاجه مش هتنفعه، ولكن قلت له حاجه انا مش عايز تقولها لحد، فهو خلاص يعني اعتبرها كده وخد الموضوع على اعصابه جدا، اتخانق معاك وقال لك ايه ده، ازاي ما تقوليليش، ازاي ما تقوليليش انك خرجتي الساعه 7، ازاي ما تقوليش انك خرجتي من الاوضه رحتي الصاله. في ناس كده، في ناس كده، برج الحمل بيبقى كده كمان. فهو الفتره الجايه دي مشاعره حقيقي، هو عنده مشاعر على فكره، كذاب بيكذب، عنده مشاعر ولكن محتفظ عليها قوي ومسكها بايده واسنانه ومش هخرجها. والله ما انا قايل لك حاجه، والله ما انا مبين لك حاجه، حلف بقى. انت الخطوه الجايه ايه يا برج الاسد؟ انا زي ما قلت لك انت بتحبه وعايز فرصه تانية، وتقريبا زي ما قلت لك انت اللي مقدم العرض، وانت زعلان وهتمشي لقدام وقربت تزهق، خلاص زهقت منه لان هو مش راضي يخرج من الطاقه اللي هو فيها دي ابدا، مش راضي. كل ما تيجي تقول له معلش بقى يعني ما كنتش اقصد، والله يلا ما كنتش اقصد، نازله اجيب توكه من تحت بيتنا، لا ما تنزلي جيب التوكه تقولي لي مثلا، مثلا يعني والله في رجاله بتتخانق على التوكه مش هزار. قطع الحب وسنين يعني. عموما الفتره الجايه هيبقى في طاقه ندم، وهتبقى زعلان على انك ممكن تكون كدبت عليه فعلا، او هتبقى زعلان عموما على المنظر اللي انت شايفه ده، وهتبقى زعلان على اللي هو بيعمله ده، وهتحس بان هو فعلا ما بقاش يحبك لانه هيظهر لك المشاعر السيئه فقط، وهيبقى حاطط مشاعر جواه. ولكن عايز اقول لك في بصيص امل، لان الشخص ده في 3 كوبايات واقعين قدامه، في كوبايتين وراه، في حب لسه على فكره، في حاجات حلوه، في ذكريات ما بينكم حلوه، فما تبقاش كده يا برج الاسد، ما تعملش كده. هو لسه بيحبك على فكره، بس هو تعبان قوي، حاسس ان انت خدعته، ولو قعدتوا فتره مع بعض هو حاسس ان هو اتخدع منك، او انت بقى العكس، انت اللي حاسس بكده. يعني هو اللي تعبان، انت اللي كنت تعبان، قراءه عكسيه يعني. فانت الفتره الجايه دي هيبقى في بطاقه ندم شويه، لانه انت مقدم له العرض وهو مفيش، مغمي عينيه عن العرض، مش شايف اصلا حاجه، مش عايز يشوف منك، ده واحد مغمي عينيه وايده ورجله ومش عايز يتحرك، اهو مش عايز يتحرك حرفيا، مش عايز يتحرك، واقف في مكان، مش عايز منك حاجه، امشي سيبني، ابعد عني، انت شخص نصاب، شخص خدعتني، شخص كدبت عليا. هو بيقول كده، هو بيقول كده، ممكن تكون انت فعلا ما كدبتش عليه ولا حاجه. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ ممكن يكون الشخص ده فعلا بيحب يتحكم، فعلا فعلا بيحب يتحكم، لان هو شايف ان العلاقه دي محتاجه تحكم زياده عن اللزوم. بص بقى الفكره بقى الجديده، الشخص ده بيقول في جوه عقلي باله كده، ممكن يكون زي ما قلت لكم حاجه تافهه اتخانق عليه، نزلتي ما نزلتيش، او نفسه يتحكم في الشخص اللي معاه، ولكن الشخص اللي معاه كدب عليه في حاجه، انت نزلتي النهارده، لا انا ما نزلتش وانت نزلتي مثلا، محتاجه قرار، محتاجه قرار صارم، محتاجه ربط. مش بقول كده، الشخص ده عايز يتحكم فيك قوي قوي يا برج الاسد. برج الاسد اصلا ما حدش يتحكم فيه اصلا، بنت بقى ولد اللي ما يتحكم فيها ازاي، ما بحبش كده. فالظاهر ان هو نفسه يتحكم عليك، فلما جه يتحكم عليك انت مش كدبت عليه، بينت له اللي هو عايز يشوفه بالمعنى ده بالظبط. يعني لو سمحتي قبل ما تنزلي تكلميني، حاضر، ما كلمتوش وقلت له ده اصلا ما نزلتش، ما انت نزلتي كده يعني،
ده بالظبط. فهو عايز يبتدي بداية جديدة، بس مش أي بداية، نو بشروطي. ايه شروطك؟ 1 2 3، وهتبقى شروط جامدة وصارمة جدا، وهيبقى شخص متحكم جدا، وهو في ايده زمام الامور، هو اللي وديكي واجيبك. ما تتحركيش الا بميعاده واذني، العلاقة دي مش هنمشي الا باذن انا فقط. ممكن تكون بتتعامل مع برج اسد كمان، تبقى دي كارثة بقى، دي الكارثة بقى، الكروت هتنفجر دلوقتي. فهو هو فعلا، هو على فكرة ما بقول لكم، هو عنده مشاعر وعايز يبتدي بداية جديدة، بس بداية هتحكم. انا اللي اقول وانا اللي انهي، انا اللي بقى انا السلطان هنا يا ماما، انا اللي عليك، انا اللي هقول لك 1 وانت تقول لي 2، لا انا اللي اقول بس وانت لا. طب انت شايفها ازاي؟ شايفها انها علاقة مستقرة وعلاقة تمام جدا، ما فيهاش اي حاجة، وعلاقة مليانة شغف وحب، وانتوا الاتنين محققين حاجات حلوة مع بعض، ولكن هو اللي هو تقريبا اللي شايف كده، هو تقريبا اللي شايف كده تقريبا، يعني هو اللي شايف كده، بس هو شايف ان العلاقة دي محتاجة تحكم زيادة. مش بقولك انت شايفها علاقة حلوة جدا، انت شايف علاقة مليانة حب ومشاعر كده متداخلة مع بعضها البعض، وفيها غموض كده، فيها شغف، فيها عارف لما يقولك انا حاسس في حاجة كده بتقودني العلاقة دي، انت بالظبط كده، انت منجذب اليه قوي، في انجذاب شديد قوي، وحاسس ان فيها سعادة، فيها سعادة جامدة قوي، وفيها عشق وغرام وحاجات حلوة. انما هو شايفها انها علاقة محتاجة اكتر ان هو يتملكها، وعايز يتملكك يا برج الاسد على فكرة. كده من السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز يتملكك. ثانية واحدة. فهو يعني السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز هو اللي يؤمر وينهي. انا لا اقول 1 و2 و3 و4، وانت تقول سمعا وطوعا وحاضر بقى، واي حاجة تيجي في بالك. طب انت زهقت على فكرة وقررت الرحيل، وقلت خلاص بقى، هو انا مديت له ايدي وهو مش عايز يجي، ولكن النصيحة بتقولك استنى يا برج الاسد، ايه ده، استنى، ومعلش استنى شوية كمان عليه، هو بيحبك على فكرة، وممكن يكون بيظهر لك الوش ده، ولكن هو كده عنده مشاعر، ولكن من جواه هو زعلان منك، خلاص عشان ما تبقى فاهم، هو زعلان منك وواخد على خاطره قوي قوي يعني، ومغمي عينه عن اي عروض انت مقدمها له، بيقول لا ده شخص نصاب وخدعني، ولكن النصيحه بتقول لك اصبر، طب نشوف لك كده هو مخبي ايه عليك، مشاعره اللي مخبيها دي، يمكن مخبي ان هو بيحبك قوي. في ناس كده تقول لك طب هو مخبي ايه، طيب مخبي مشاعره، طب مشاعره ايه، لان دي مش يعني هو زعلان، بس ايه بقى الحاجه التانيه اللي ورا الزعل ده؟ زعلان قوي، زعلان قوي منك، قوي قوي بجد، ولكن مازال بيحبك على فكرة، والزعل ده مش من شوية، هو مازال بيحبك بجد، مش اللي هو عموما اي حد ما دام انجرح يبقى بيحب، هو مجروح منك قوي، واخد 10 سيوف وضرب، الزعل بجد ان انت ممكن يكون غصب عنك، او يعني او برضاك بقى، يعني هو شاعر بكده، انت خدعته او خنته او عملت حاجه هو ما كانش يتوقعها منك في الاخر، وطعنته بقى في قلبه، فنفسه هو بيتوازن دلوقتي، عايز يتوازن في الاخذ والعطاء ما بين كنتوا الاثنين. ازاي انت كنت بتدلع عليه برج الاسد او حاجه زي كده، مش عارف، بس هو تعبان منك قوي، بس هو بيحبك على فكره، مازال بيحبك، مش عارف يعمل ايه في نفسه، ولا في نفسه، كل ما يجي يمشي مش عارف، بس هو واقف على فكره، هو ما مشيش، هو واقف واقف وبيغيظك، يعني هو واقف وباصص لك وبيقول لك بص والله ما انا راجع، بس ايه ده، انت هتمشي ولا ايه؟ اول ما تحاول تمشي هيزعل، هيزعل قوي. طب تعالى كده اقول لك، طب تعالى لو انت قررت تمشي، لو انت فعلا قررت تقفل الصفحه عليه وقررت، هو هيزعل ولا لا؟ اما نشوف هو كده هيزعل ولا لا، شوف كده مشاعره ايه لو قررت، مش هل يبتدي بداية جديدة مع نفسه بقى، ولا يزعل عليك؟ لا مش هتنزلوا لي كلهم، ظهر ان هو فيه 300 مشاعر جواه ولا ايه؟ اهو
هيبقى تعبان قوي، هيتعب قوي من غيرك، هيتعب قوي من غيرك على فكرة. ولو قررت تمشي ومش هيسيبك، مش هيسيبك لا، وهيحاول يرجع العلاقة دي تاني. بيحبك يا اخي، بحبك يا اخي، والله ما هسيبك. الله في ايه يا اخي؟ يعني ما دل... يعني ما دلعش عليك شوية، ازعل منك وادلع عليك شوية؟ باصص لك اهو من جواه، باصص لك وبيقول لك استنى بص يا استنى بس شوية. بس هو تعبان على فكرة، تعبان قوي بجد مش هزار، ومخنوق قوي، مخنوق قوي من اللي حصل عموما يعني. بس هو شخص متحكم وبيحب يتحكم في اللي قدامه. فلو انت يا برج الاسد هترجع العلاقة دي تاني، خلي بالك عشان هو مش هيسيبك، ويقول لك واحد اتنين تلاتة ومشيتش عليهم همشي. بس النصيحة بتقول لك استنى في حاجة.